ظهراً منحنياً وحياة بائسة. أقصر قصة كتبها أنطونون تشخوف عن تأثير الحظ في حياة البشر منذ 40 سنة، عندما كنت في 15 من عمري عثرت في الطريق على ورقة مالية فئة 10 روبلات، ومنذ ذلك اليوم لم أرفع وجهي عن الأرض أبداً، وأستطيع أن أحصي حصيلة حياتي وأن أسجلها كما يفعل أصحاب الملايين. طيلة هذه السنوات وجدت في الأرض 2917 زراراً و244 و172 دبوساً، 12 ريشة، 3 أقلام، 1 منديل، وظهر المنحني وحياة بائسة. ولا غرابة في ذلك، فالاعتماد على الحظ وحده وانتظار ضربة من ضرباته لا يورث الإنسان إلا ما هو سيء. هذه القصة القصيرة تعتبر من أجمل القصص التي تعطيك دفعة معنوية أن تعتمد على ذلك في تحقيق أحلامك بالسعي. فالاعتماد على الحظ فقط لا يجلب لك إلا التعاسة والانتظار والانتظار، وممكن أن لا تحصل على أي شيء في نهاية المطاف. دعونا نخبركم القليل عن تشخوف، طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي كبير، ينظر إليه على أنه من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ. ومن كبار الأدباء الروس كتب المئات من القصص القصيرة التي يعتبر الكثير منها إبداعات فنية كلاسيكية، كما أن مسرحياته كانت لها تأثير عظيم على دراما القرن 20. بدأ تشخوف الكتابة عندما كان طالب في كلية الطب في جامعة موسكو، ولم يترك الكتابة حتى أصبح من أعظم الأدباء، واستمر أيضا في مهنة الطب، وكان يقول أن الطب هو زوجتي والأدب عشيقتي.